يا دليل، جبت الملف؟ عمر اسمعني كويس عشان ما فيش وقت. الموظف قال ان حد جه الصبح لنفس الخزنه وخد كل اللي كان موجود جواها. الحد ده كانت واحده بلوند وشعرها قصير. ندى؟ طبعا انت عارف ده معناه ايه. مدام ندى ما اتقتلتش وعرفت تروح تاخد الملف، يبقى هي شغاله معاهم يا عمر. وجودك دلوقتي في الاردن بقى اخطر من الاول، انت لازم تتحرك بسرعه. واثق ان انت قدها. اطمنت بقى دلوقتي؟ حبيبتي اعذري، شغلتنا ملهاش امان. ماشي، وخطوتنا الجايه ايه بقى دلوقتي؟ ما تسأليش كتير يا ندى، هقابل عدنان وابلغك بكل حاجه. جاهز تكون هربت منه؟ لو كانت تقدر تهرب كانت هربت من زمان. يبقى عارف ان الملف معايا وبعتها عشان تجيبه. انت لازم تمشي من هنا يا عمر. انا مش همشي من هنا غير وندى معايا، ولغايه ما ده يحصل هفضل هنا في الاردن. اقول لك ايه، انا عارف ان كده كده هتقبض عليا، ولو ده حصل في شخص واحد بس هو اللي ممكن يساعدني. مين؟ انت. انا عارف ان ورطتك في حاجات اكبر منك، بس صدقيني انت دلوقتي اقرب انسان ليا. وقف عندك، وقف.